flight path of the helicopter as it takes off from A, وهي بتطلع من A, is defined by the parametric equation. راح مديني ال x وال y, يعني ال r بتساوي 2 t squared i ومعها 0.04 t تكعيب g وده متر. طيب هو عايز ايه بقى؟ where t is in the time in seconds, determine the distance the helicopter is from point A and magnitudes of its velocity and acceleration. عايز ال velocity acceleration لما t بتساوي 10. هو ده ال r البوزيشن. طب ال v يبقى بايه؟ تعال نشتق, يطلع 4 t i زائد 0.12 t squared j متر بير ثانية. الاكسلريشن هتبقى 4 i زائد 0.24 t j متر على الثانية تقريبا. اذا تعالوا نقول بقى at t equals 10 second نقول الار هتبقى ايه بقى؟ ليه كده؟ الار هتبقى 10 يبقى 200 اي زائد 0.04 في 1000 يعني 40 جي متر. اذا الار تحت الجذر بتساوي 200 تربيع و 40 تربيع تحت الجذر. حد يقول 200 تربيع زائد 1600 اللي هي تربيع على 40 جذر الانصر فطلع 204. طيب ده الار. طب والفي هذا فيكتور بيساوي 40 اي بوينت 12 في 100 يعني 12 جي متر على الثانية. إذن ال V as a magnitude لمطالب magnitude magnitudes لل velocity وال acceleration وده ال distance بتساوي 1600 زائد 144 جذر أنصر طلع الجواب 41.8 متر بير سكند. آخر حاجة ال acceleration بيساوي نعوض هيبقى 4 I زائد 10 يبقى 2.4 جي متر على الثانية سكوير. ال A هتساوي 16 زائد 2.4 تربيع جذر الأنصر بيساوي 4.66 متر على الثانية سكوير.